بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، أن إن شاء الله تعالى وحين كقعدنا موضوع التسبيح ذاك صابسان سيب القرآن كي يسيد وقصة أروري وحكم ده أي قرآن كتضبئ يا فرتن سورة دودة كم ده سدحي سيديتنا أي دودة كم ده أي واحد تسبيح ذاك قصة أرورتي تضبئ يا سيديتنا قابط إن واحد تلمامي سترضى أنت اللاقي أهمية الرب سيه سبحانه وتعالى التسبيح ده هي معناها بلارنا يحمبار سنتهاي إذا واحد كم ده بحين كجارنا بينو تلمامي دونا إن تسبيح سبحان الله أرجع سليا معني سوحويا ربي أوحي أن أعنت من أقل من لقفك إيه وتنزيه الله سبحانه وتعالى والرب سبحانه وتعالى أوحيان عنت من أما أقل من لقفك إيه تحميد أما حمد لدنا وإلهي الله وأمانه كمال كيس الدمانتي يا فعاشيس إذن سبحان الله وبحمده قفك مسلم كي مركو لي وحويان إلهي وحكد ريني وحي نقائص وردن وحو الصغية وحي وناغ وردن أريغا كان واللفظ عربك كفضط لكن آياتك قرآن مركين ويقنه وحبضا أيا إلهي فرين نبي ينوادك سدى عليه الصلاة والسلام قهرين دوني دوحي نوني من لين اتحامه وانا امتحان إن بدن بينو تلمامنا ما قرآنك سأرور إنو إلهي تلمام أيه كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون دوني دا انت إنو تشوقنو الشر إيا خير بين لين وو اتحام الدور دادكو انت بدن شر كا امتحان كي سيفهمان وقفكم مركو حنو صدو أما فقريو أما أمان درّا كل عضو أما مشاكل كلاقف صدو أما تجارة كخسارتو أما وحاسي امتحان كادتكو انت بدن وقرته وأنا الله كادتك انت بدنين إلهي وصوان الله سبحانه وتعالى مركي ديبت على كل ما لنك كلنا وامتحان عافماتك حولها نبضة الدونك مقع ماموسك سلطة كل هذا ينوى امتحان كاري إلهي نقران كوحي نوغت المامي أنبيه لبدا امتحان بمرتي وقران كوحي كورمي العصر الذهبي لليهود وهي علماء التاريخ كوت المامان عصور الذهبي هيدا يهود صوى مرتي وعصور إلهي وكل ميي دين تيا ماذا حني ماذا يسوق وربيرتي وعصرجي طالوت كسب بلاب ميي النبي الله داود وقبتي ماذا حني ماذا كذب سقى النبي طالوت يا النبي إلا شو إلا بيك على هاي لكن عصرجي النبي داود بإله يسوق ضري النبي نماذا يا ماذا حني ماذا بقى كذبنا نبي سليمان وامتحان بلادن للجليه وإلهي ويديستي امتحانا سجد دبدي عدنا با انتو صلاة اما وقتي معرض الصامر وحده دافيي اي ربي وحي ويديستي امتحان كان كوين لقليه واه بغرتو يعان عد انا قدم بيساوي عنطمن ان لقو اتحامه تيبا لسيي دبتنا وكو قولي استي امتحان كا مركو كو قولي استي الهي قرآن كوكو اماني وحانا قال لك قلت المامي نعم العبد إنه أواب إلهي قلت المامي نعم العبد دون في عني نويه دون كيو في عنا ونغشا بضن قرآن كإلهي أنبياء قلت المامي امتحاما أرد بلغو امتحاما ينوى الرسل وأنبياء قرآن كو النبي أيوب وحكا لينه وقمشي امتحان كي سيبوياني نبي أيوب الله امتحامي
وامتحانكيسو حنون يهي سنادنا علماء واحد تلمامنا حديث أي سجان إنه سداد يتوان سنادات وبكي إسجنا إلهي مركو امتحانك أكو قول استوى حكويري في نفس الصورة نعم العبد إنه لفظ جي لغة المامي سليمان إنا وجدناه صابرا نعم العبد أي إلهي كت المامي وحنو هاللي أدون صبر بدن إنه يهي إسجنا نعم العبد أوابنا والو شاهد إذن لبدا امتحان با ولا والله اسمريه إلهي القرآن كوحين وقور رمي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام والله بدأ امتحان بالمريي لكن الله بدأ امتحان به وحيابا إلهي فرعين أديك سدسيه قوليسته امتحان كالربطة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلهي وحن نبي غفري وحنكو أمري كدوا قالت وحي شيغي سنة هودك تاقي كتشيسو أدو وحي الغفري سميه إيقونا وحي دونان هشيغان وصاحر وكاذب وشاعر وكاهن وكان أي والله ما أقل إلهي وحكو يري إنا كفيناك المستهزئين لكن حتى تادب بكوين بكتيران ومحيا الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون بإلهير وقوى الله سبحانه وتعالى عدك لكل ما نين يولع عبدية هذا النبي محمد عريدي بحلالي كحلالي ربي وحلق الشيء يدين كيسي سيدا لوغه ريمي وحد قياسته أديك نقول الله يبين أن الدعوة بين الشيخنا تذكي بقبل واي فالواحد قياسته يضو أديك هذا اللحم جاهي وكنت بقله وهل كانت استكتبه ما كانت الأدوار إلهي كبقى ويدا هذا كير أنك عند الله يوحب مشيقي هو بين وضو خيار دقي سنين حاكو دعي لها يعني إيه تذكو حكا دقي سنين داية هدي أديك هذا وسكاد دبتاقه ومرك هذا وحشاك ثوا وسنة وحكاه ده بشر النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام اتكلم ده يا ديرك يا بيله بعد ده بتاعنا ومرك وحشاك أبو حكلا تلمامي إله الدين تيس سيد اللوجة تشتري بعريدي قال النبي عليه الصلاة والسلام إله بابو مرخاتي فري عريدي قال سجرو ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون بإلهي وأقولنا هين لا بتاد عريدي يوم يسوع وحيكو حضلا يندرادي وحيكو هضليان دراد دادين اي لابت هادو عريد يومس آيات كلا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك آيات بضم با إلهي كقول ربي يا نبي عليه الصلاة والسلام عريدك سوقاني لكن ما الحل حقك بحيا إلهي وحولي فصبح بحمد ربك وكم من الساجدين إلهي التصبيح سو أدقو التصبيح دادا كم مرأي ماسي كده هيا حمد قال الله سبحانه وتعالى انت سجودنك كبيريا كم من نغنية وهي علماء دو إلهي دادا هالك كموحى النبي قال الله شيء دواء يستشفى به من ضيق الصدر وترياق للحزام بإلهي دادا دواء لغا عافي ماضو لا بعديدك يوح لغا بكسدو مرغدي يتيران يدا او اه سبحان الله وبحمدي هي صلاة إلهي سبحانه وتعالى لو تكدو ولذلك أي علماء وحي لينا يدا وحي إشي غيسا تصبيحاتك إن يهين عريدك قفك مسلم كي مركو قلوحك قبحو عريدك نفسك هي مركو قبصده ووح لك قبحو قرآن كدل بدن أو نبي عليه الصلاة والسلام لوت المامين مشكلة هيساته وحل أمر الصبر أو تصبيح سو أما الصبر أو صلاة ذيك سو مثلا في سورة قاف إلهي وحري فاصبر على ما يقولون وحيكو هاد ليان يا فحما يا شيغيان يا اللي يدينتي سك شيغيان
النبي عليه الصلاة والسلام كشيغيا فاصبر على ما يقولون بإلهين وهايكو هضليان كصبر وما حيسمه وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فصبحه وأدبار السجود بإلهين تصبح صو أدقو كده هيا حمد قال لي واقو انتانو برين يا عدادنا انتانا يدعين يا هبينكي مفسرين تبرد ما ماشان صلاة كفصرة مفسرين تبرد الظاهر كيدا كفصرة أيا كانت ولا بدي مسألين تلماميني نبت مركة قبصته إن لا تصبح صدر في سورة غافر إلهي وحلي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صبر إلهي يبوهي سيبلن كي سوارنب ودمداف ويديسو وصبح بحمد ربك تصبح سو أدقو كمرا يكده هيا ألم هد نقي في سورة طور با إلهي وحلي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فصبح وإدبار السجود وإدبار النجوم في سورة الإنسان يا إلهي وحلي فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وصبح ليلا طويلا وهي علماء إلى هذا المال كسته والنبي عليه الصلاة والسلام انت بدن صبر لفره ودي بأي قبصته خاصة دبت نفسك وحال فره النبي عليه الصلاة والسلام دودي سينيتين تصبيح صبر الأصل ذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب كاسا الصلاة تصبيح دي التحميد ونوحي كم دين ذكر الله سبحانه وتعالى سيجارة مركا الله فري نبي عليه الصلاة والسلام عديد هدو دريمه وهذا الحمو يا أفحمو يا عي يا عيبين يا هيدارتين هدي اللي بهيو إنو محي تصبح صدا وحكى له إلهي قرآن كإنو قسو النقلي نبي عديد الجسدية من نفسي بقب صدي وإلهي تصبح نسنكو بالبادي وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي الله يونس الصديس القرآن معروف كي وحي تلمامي ساه إنو كتغي دولكي ولكوغي بضاو قلي دونتي لغتوري دبتنا همين مدو علماتو ساي شيغان ظلماتك يدو مدو وبد مدو هدنا وسيق عليك حوت هنقولي فالتقمه الحوت با إلهي مو على لنا ولا بقية حوت با هدنا اللي قيبال لي هل كاي سيقو كتيرة فنادى في الظلمات با إلهي مقديد وكدح قيلي حكو قيلي حكو نواقع أن لا إله أنت ومفسر دي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إله كريقة بحق لبعابدة سبحانك حمك وفنان تاد يعني ربي ماشن وكوش روح السقا يا بيع علمات وليين إن أنو الظلم ألا سميه أنو كوكالين ليس بالظلام للعبيد وحو السقا يا وحسك حقي سكيمون نيتهي ساد ردد بوح لا إله إلا أنت إله وضع كريقة حق لبعابدة سبحانك حمك وفنان تاد إني كنت من الظالمين بولي أنا أنت الظلم فشيا يا أدقى فعل كاغو ما هم حي قدرت هذا الظلم كبتشر بولي يا أنا أنت الظلم فشيا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كمحكوط المامة يا مركا سبب النجاة با إلهين وقوى الرمي ربي وحليه فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان هدي لا لأي هيبة إلى هيلة ينوهان شري قوة تصبيح صدى قوة تكدى قوة تصبيح دوضى هدانو السيداس أهان توهان شري با إلى هيلة هدي تالا لأي هي وحكو السقنا الله ماشة إلى وقت دير تامعنا هيدو حويان إلهي وحوط المامية تصبيحات كيسا إلهي كوبد بادي ضيق يعديني كوكو شري إنو بدل قضي ومركو هوري
بدو دقيت لعير صدارة بيسوماله دوتر هذا بدو قف مركو قرقامه وما لها أنا يشيلن قفقو إنه رجاد وكيراته استقبل بدو كده هذا نبهل سلق إلهي وحط المام يا ماشى سوقلي إنه كجبت بادي عريقة تصبيح دوتي تصبيح ليسي إنه كبت بادي وهي علماء دو إلى هذا قف كلابتيس إنه يفيوده أو رضا إطمئنان وهله أو رالي النقضه وأنا إنه لش عديدي بكون نقنن يتصبيح ده علاقة كده حيسبي لين يقول آية سورة الطه هذه سنية سورة الطه إلهي وحلي محي فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى بإلهي النبي قال عليه الصلاة والسلام صبر وحايكو هاد ليانا يفحما وتصبح ساد يقول كل ده هي ألا ما هاد نقي هذا عدو انتانا يصابحين يا انتانا يدعنبا يا هبين كيبا باليري فصبح وأطراف النهار باليري ما لتدعى لديد يعني استوعب التصبيح اليوم كله هبين مالين عدعت صبح عدعت دع وقتك استال الشيخ أول الليل هي أطراف طبعا تسبيح ده سمحي كردين نسأل لعلك ترضى كي ترضى بالليل سيلاب تاضو يعاف ماضو سياد الرضا وهشو سياد الدقناشية وهشو إذا عد كستور ورهيو أما والبهار هيو أما عليلي الدنيا وهيو أما مشكلة حلين كرواية طرائق ده لقى قبح كوات يا أهين نفتادو بدبادو إن قلبك أقدقو نيدادو الدكتو أتحسشو أدون كانو لبكوكو هينين وحالك حلابا إلهي تلمام يا تصبيح دا إلهي أدوكو تصبيح يا تحميد لي مادا أيا لك حلا حتى علماء دا بدبا وحيدا هذا صلاة دا لفتادو با دا إيبوا تصبيحو وإلهي قرآن كماركو تلمام أيو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو والأصال يصبح له صلاة دون بلغو إطلاقي بيلي تصبيح لتن مركز تصبيح دي صلاة مركز هربا ومن أهم ما يشتغل به الإنسان في صلاته وتصبيح يتحميد ولذلك نبو عليه الصلاة والسلام حديث معاوية بن الحكم ننك صلاة دواقي هربا لسكهر لشري أدعو صلاة هذا إسكتو كريه، أيا أنك هو حيلك أو بريرك أو راتك أو كريسي، دي بمشي. مرد ما وسأد القرآن إلى حيوت المام يقوم لله قانتين، إن صلاة دوح كلا لغصبين. نما نسق وركاسي سوق قاعدين، أيا صلاة دي كهادلي. نبا هندسي يرحمك الله أبو إسكيري. دبتنا هو الله سنقاري، إنه وركا يشوشيو. وهم حين يقولوا يسمونه ثقلتكم هو يدين ذكر قبلنتي هذا هذا الكي بصير والله سال هذه مركي لقى بحيب النبي هو يرى عليه الصلاة والسلام ولا يقول جاي ما رج معلن كفي عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام إمام ما قيل وهي مدة قال وحي يقول يرى صلاة تاني ومصوب ما بناء آدم كهذا الكي سوى حكم ده إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكل حديث مسلم كيان إنما هو صلاة دبا وتصبيح يتكبير يقرأ الله آخر يبو نبي قوت المام عليه الصلاة والسلام ولذلك علماء وحيد هذا صلاة ده إلا تضوم يرضى كم إذا تصبيحات قصار ورنبين هذا كو افتتاحيات كصلاة قيبة كم إذا تصبيح سبحانك اللهم بحمدك وتلقوا بلعبه أما بس الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة افتتاحيات كوح كم إذا غاري كيسي ال 190 ال نكالي ها قادا ليد كيسي ال 190 ال تصبيح لو مركا صلاه دوا لوو بلابا وركوع دوا تصبيح سنة سبحان ربي العظيم وسجود دوا تصبيح سنة
وآيات التصبيح قرآن كما كذا خريصة هذا سؤال أرتوى تصبيح سنكرتا وإمام كما كذا التنبيه هذا قل دموال تصبيح سدا وقف كان فاتح هذا قونا صلاة الله برا يو أنت فاتح هذا كبر أنا التصبيح بكتو كان كرا ومرك صلاة الله دم يو ولا تصبيح سدا إذا وحيد هذا وتدوى ما يلوض كم إذا صلاة أو تصبيح هذا صلاة هو نوع من التصبيحات قفك مسلم كي مرك هدي لبقبسطه نبو عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة داي لبقبسطه صلاة حق يدو دقدق يجري نبو عليه الصلاة والسلام هذا بقى الضيق يلبتو مرك يجرته وحلق قبحة اطمئنان لغوها له رضا القلب يتكوها ليسو ادقناشي يتكوها ليسو يحنون هذا ما أنت دوني دوالي أتكجبك سنيس دوني دواحد مغلسة أقف كان استرس باكوداعي قلق باكوداعي اكتئاب باكوداعي ديبرشن باكوداعي وحنون نطير أبدا ونفسانية ودما أنت أقف كبناء آدم كا سيستم كيسي نرفها هي هرمون دي سو شقين يين خلخل قلية ما أنت حنون نطير أقف بدن بناء آدم كوبايد هذا أسل كود وحيابها سكب بلابا مركز دبو بيولوجيكال سيب دلابي دادا وحاسو حنونا اسلم با انتانو كوغدعين وح لغا غبوك سدا وحا كميدا عليس كستوك وهي وحو كادغيا ايا الهي لي تصبيح لهدا الله تمادو دنكا لباد هدي فتنادو كاغا تمادو مالك يا سلطادا يا حوغ يا مركز سبيدو يدنا وخطر إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى با إلى هيري بن آدم كوا قوقة وكبرة واحد قد با هدو أركو إنو سكف العضي هدو أركو إنو السلطة هلي مهام القعنتي سباور هلي هدو أركو إنو هنتي هلي إسنا شايدان كوا أفوفا أفوف كان ولا قبك سنكرا دوني دا إنو مانتا نقانو dadku maalmahay guuleysteen maalmaha caynka ka dhacay cududooday muujiyaan dawladdu waxay soo bandhigtaa maxay militarygeed iyo waxeedo dhan yaani Soomaalidu maalintay xurriyadda heshay hees iyo damdam iyo la caasidi bay bilowday binaadamku hatta dadka in badan oo markay guurka uu salaxmay uu guursado habeenkaasi macsi iyo baliya basba la wada asal kuna wuxuu ahaa marka aad nicmo hesho إن الشكر نقدت نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لبعطن إيه صدح سندود بودين تنودي وأو قاتشوضي وأو نب مطي وأو دقال لمي وأو يعني وحن الله لغا صوم رودا بوك صوم رودا وحن الله لغا صوم رودا هرتي سارقي سلو ليني وأن وحبه تري كريني صبرنا لا ياسري وحي لغا هي مكان رقي تشوغي بولا نولا سوها وحبك قبان كارين عديدي قاسة سوى قاري إسوها وكا هجرو دو كتغي أي كدبا يماده قالو دنبا سوى ديك ستي ومشي أي چوغي روغو سوى دا ويرار عربو دنبا دنكا ودا مرتي وحاسو دا قالو سوى مر إلهي باو هيلي دبتنا إلهي وحكو يري سبحانه وتعالى آخر صورة قرآن كسوى دكتا كصورة كاملة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذا دركتبه إلى هيري إلهي قوشي سقوطمي إيه ضدك ودين تسوى دقلية يا عام الوفود مركي لقبل أبو قبل قبيل بأن نبي قال له إيماني يا رير روس على أنا نوان والسلام عليه هذا دركتو ضدك ودين تسوى دقلية ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا dadko koox koox diinta diinta uu qaadanaya hadaa aragtid maxay sameeyba ilaahay ku yiri marka ma badbadaadna qaad baa leeyri sidii Soomaalida balkaale aanay bay qaadeen marka ay calanka heleen maya ilaahay wuxuu ku yiri fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba tasbih ad hamdiga alla ku maraysid iyo istighfar la kaalay إلهي سبحانه وتعالى سقى توبة أقبله وهي علمات ويدادان
تنا وحلا جبت بهذا العجب سلويني ده يستكبارك يكبرك وبن آدم كو دن كان مربو وعده دن كان تهوا بهالكو إبليس كبل أبي أنا خير منهم ده هالكو كبل أبي ويا إنه قفك كبره إلا إله كو يدام كنت أستكبرت أم كنت من العالين اللي قيدي وربيت سوينين إسا بس مرك هربوا وتكون رئيس هاسما لقو صادقة بن آدم كو هدو عدود دي سار كنا وأفوف ما إنه ضد كبك ويوسف ولا إلهي نبي الله محمد وحقيره عليه الصلاة والسلام مركو قول يستي وحلو قولي مركا أنا هداد قوشة أركتنا تصبيح ذا اللازم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أي نبي مكردقي ركوع ديسي السجود ديسي مركي أي آيات كان يسودقي إذن هل كان وحي نواركينا تصبيح مشكلاتكم مركي تشيراننا إن يدل لازمه ساقران قيناط المامي برواقضي براروه مركي تشيراننا إن يدل لازمه إذا وفرك مدى فرياشا نلوشا هدات ربطه نلول دقنين تكون نولاته هدات ربطه نلول أنورور كي يول بهار كو كوبادنين تكون شرته هدات ربطه نلول أن وحا خارج كاكايهاني كوبيبين هدو العليا هي هدو علاطي هدو عيطهي هدو أماني يا سلطة يا حوق يا حولتهي لا بد بنا أنا كوريبين أتقف نور ملو إلهي أدوميه سكمي دا هذا هاتي دا هذا ربطه وحا قرآن خيناط المامي التصبيح لبت صدا دوني دا ينقرنا الله كائنات كتشوغو أردمي إلهي وحي روشا غينا وضا تصبيح سنيا وثقلين كون عدن لو تاقلائي يقول بميلو بعر رئيس سادر أدد بإلهي كتاب كيسو حكوة المامية صدح يطبان آيادات القرآن ككمدة وكوب يطبان سورادات كسو أروري أي التصبيح دا وحا الله تيرين إياه كائنات كاس في سورة الرعد في سورة الإسراء في سورة الأنبياء توبة صبا صاد حديد حشر صف الجمعة التغابن سور كاسو دن يضا الله تيرين إياه ويصبح الرعد بحمده وان كنت كاسبا الهي لي وتصبح سنيا سقوا لبا حمد قال لك بهي وسخرنا مع داود الجبال يصبحنا والطير نبي الله داود الهي وحلي وحان وسخر بورها لتسبيح سنجري الجبال والطير اي هل كان الهي كنت المامية تصبح سنيا بل الهي قرآن كنت المامية تصبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يصبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم إنه كان حليما غفورا إرك وحجرة يرلك وحجرة هذا وضع إر يرلك وحجرة إيه ومن فيهن وحكو السقن ودمه إلهي بيو التصبيح سريع وإن من شيء لا يصبح بحمده شيء مجرب إلهي إلهي لا يو التصبيح سريع إذنكم بان فهمين تصبيح له عد والبنى إلهي وحد المامين مسلك وخاصة طريقة وخاصة يتصبيح سدانين يجرد ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتصبيحه والله عليم بما يفعلون مد والبا طريقة وتصبيح سدب لي إبا إلهي المامين بل وحد عضه كائنات كالتسبيح جودا إن مرر كبن آدم كلام قشيو معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام آيات كي صحابة ضيارك تكرد عليه وحكم ده حديث كبخاري عبد الله بن مسعود ورينيو ولقد كنا نسمع تصبيح الطعام وهو يؤكل بولي ابن مسعود وحليه وحنه هاي كوا مقلية عندنا ده تصبيح سنة سانغوا عنينا ولا الرؤى يوانا تصبيح سنة عندنا ده نعنيني وتصبيح سنة إلهي بمغشية سبحانه وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ويا وحكم ده حديث كأبي ذر ورين أيوه إمام الطبراني صار الشيخ الألباني صحيح كنت الإمام أيوه وحليه وحن فردي حاضر وحنها النبي عليه الصلاة والسلام اكتيسة حلقة سقوف فردية
oo gacanta qurur dhagxan yar yar gacanta ku haya, way dhagxantu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyahay. Nabigaanu la fadhinay, annagoo xalqa fadhina buu leeyahay, keli maaha. Weliba wuxuu tilmaamay, wa fiina abu bakarun wa cumarun wa cusmaanun wa caliyun baa naga mid ahaa buu leeyahay. Ragga xalqada fadhiyey khulafadaasaa ka mid ahaa, dadka fadhiya oo dhammina dhagxantaha uu nebigu gacanta ku haya tasbiixdeeda way maqlayeen, iyadoo la wada fadhiyaa la maqlay. Intaa nebigu kumu daynini wuxuu u dhiibay Abibakar. Abibakar baa gacanta ku qabtay, markaasay tasbiixsadeen qururihi. Weliba tasbiixdaana dadka oo dhammi waa maqlayay buu yidhi. Abibakar baa nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam. Nebiga haddana wuxuu u dhiibay Cumar, markaasay gacanta Cumarna ku tasbiixsadeen, dadkoo dhan baa maqlayay buu leeyahay. Markaasuu nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam, dabeetana nebiga wuxuu u dhiibay haddana Cuhmaan buu yidhi. Markaasay sidii oo kale tasbiixsatay. Markii dambaa dadka loo dhiibay buu yidhi, qof dambana lamay tasbiixsan buu leeyahay, dadka iyagii kale mu tasbiixsanin. Idan xadiidkani waa xadiid culammadu ay saxadiisa tilmaamayaan, waxaanu sheegayaa in xataa qururux ay gacanta ku hayaan saxaabadu tasbiixaadkeeda in la maqlay, cunna ay cunayaan in la maqlay, kainaadko dhan baa tasbiixsada. Waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla, Abu Hurayra warinayo, nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, nebiyada ka mid ah ayaa qudhaan yaqaniintay, markaasuu buulkeed meesheediio dhan amray in la gubo, dabeetana ilaahay baa waxyooda waxaa lagu yidhi, ma hal qudhaanyii inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix, ayaad ummad umadaha ka mid ah oo tasbiixsanaysa aada u gubtay baa la yidhi. Idan inagu maxallu shaahidkeenu u soconnaa waxa weeyaan, umma min alumami tusabbix, qudhaanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysa. Ayuha alaxiba, tasbiixaadku sida ay muhimka diintan ugu yihiin, ilaahay subxaanahu wa tacaala 7 suuradood oo qur-aanka ka mida buu ku bilaabay. 14 suuradood 7 ka mid ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma. Subbaxa lillaahi maa fi samaawaati wa maa fi lard wa huwa alcasiizu alxakiim, suurati alxashr iyo suurati saf aaya waaxida bay ku bilaabmaan. Suuratu alxadiidna maa fi lardi gunbaa ah walardi, subbaxa lillaahi maa fi samaawaati walardi wa huwa alcasiizu alxakiim. Waxaa kaloo ku bilaabma suuratu aljumca, yusabbixu lillaahi maa fi samaawaati wa maa fi lard almalik alquduus alcasiiz alxakiim. Waxaa kaloo ku bilaabma suuratu taqaabun, yusabbixu lillaahi maa fi samaawaati wa maa fi lardi lahu lmulku wa lahu lxamdu wa huwa cala kulli shayin qadiir. Waxaa kaloo ku bilaabma sabbix isma rabbika alacla aladii khalaq. Waxaa kaloo ku bilaabma subxaana aladii asraa bicabdihi layla. 7 suuradood, 5 suuradood oo qur-aanka ka mid ahna xamdalada ku bilaabma, الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل النور والظلمات، يعني أنعام يا بغرة يا كهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوى يا صبا. شر سورة ضاد القرآن كم يقول روح يكون بلا أبمان محي حمد له. هدب إلهي سبحانه وتعالى تصبيح داس سيقة فعل ماضي يضع وصار ارتي افر شير، فعل مضارع يضع وصار ارتي لواتن شير، صيغة امر يضع سدادية طبن شير، صيغة اسم فاعل يضع مرتين، صيغة مصدر يضع لبقور، صيغة اسم يضع اقوبي افرتن شير. يعني تدبا هي سدات ميلود بي تصبيح تكو صار ارتي وصدح هي سدات ايودات كتيرة وتدبا هي افرتن صورة دودة قرآن كمدة. in qur-aanka 414 suuradood 740 ka mid a tasbiixi ku jirta, waxa ay tilmaamaysaa kamiga tirada badan leh ee kayfiyaadka tirada badan leh u soo arooray waa daliilun calaa fadlihi wa jalaalatihi bay tilmaamayaan bay leeyihin culammadu. Tasbiixdu weynideeda iyo fadligeeda iyo cinda allaahi siday qiimaha ugu leedahay ayay sheegaysaa bay leeyihin. Intaasoo siyaqoo tiro badan leh inay qur-aanka ugu soo aroorto 47 suuradoodna ay ku soo aroorto 83 aayadoodo ka mid ah. Ayuha alaxiba, waxaan leenahay marka tasbiixdu siday muhimka u tahay ilaahay
أنبيانا أنت بدن القرآن كصار وطيب بدن وكمد التسبيح دو دا إلهي نوشان نبي الله محمد رسالة ديس عليه الصلاة والسلام إن الله صادر وحيابها اللقوع اللي يوحكم إذا ينضطه تصبيح صدان إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة بإلى إليه وحن بك الله صادر إن إله إلى الرمي ورسول كيسر للرمي إلا ويني ولوهي لي وألا الله تصبيح سدبا ليلة بكرة واصيلة لما تقول هذا لتؤمنوا بالله ولتسبحوه بكرة واصيلة بالله صدر النبي عليه الصلاة والسلام وحين هذا النبي الله موسى مركو الضلبضي ولالكي إن على النبي وقربه حين هذا وأنك ولا لغو أنفع بدنا بالله النبي موسى وهي ولالكي إلهي وحو قبري ينسن النبي لقربه نبي الله موسى ولالكي مركو ربي النبي الله قربه يا إلهي كأقبلي محاوك علي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري سببت طلبنا يا وامحي كي نصبحك كثيرا بيدي. كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إلى هي ولال كينا رسول كدي قوي قدر ويقول حوتي كي نصبحك سأنقوق التصبيح سنه ويلحو تي الذكر إلهي سبحانه وتعالى ربه ويقدر بوليه نبي يونس نوين صامر تصبيح ديسي يين إلهي سبحانه وتعالى وحلو قبد بادي قرآن قوح قوى الرمية نبي الله موسى ومركو إلي ربي أنكو أركو ربي إلي أركرم يسيد بورتا يك ربي بورتا تجلي وسميي بورتي دكن دكن نقطي مركو مير قصان نقضي تصبيح مقبل عبد فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك تصبيح مقبل عبد الله إلهي نبي الله زكريا إلهي وحوي تستين الملصيه شغل قبوبي إلمه من ربي روكسي آيات هي البوى الليل آيات دوحة الليل سدح مع المدد كهالله هدلي رمزي مويان إشارات إن تقول هذا الشم مويان هذا العادي أقول هذا لكن أرني يده كتجمع ليش واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار ما لفر إلهي الماء وكسينية لكن ذكر إلهي بتصو ذكر جي مركي الله شجعي تصبح له وكمد هذا نجار بالله سيشجعي بيلي هو حليله وصبح بالعشي والإبكار نبي الله عيسى إلهي وحد المام يا آخره مركل لسوء تاغو إلا إذا ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ماذا أدتك كويري أنا قلت هو يدي إلهي أنا قلت وحوك بلابي دون أبا إلهي لي قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق سبحانك بك بلابي نبي الله محمد نا إلهي وحفرج قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تتك واحد كنت لأهدابا إلهي لي تتكي أن يدين كي يريا وكان إلهي بان يدين كي يريا أنا على بصيرة كسوغن أنا ومن اتبعني أنا قي أنت الرعضي وسبحان الله دهبا للي وما أنا من المشركين إلهي بان حمكه فيا أنت ربي عيبي سنك من بدي مشرك وعيبلة إلهي صفات كي سياس مادي سيما قعيدي سوديدي عبادته الله لسينا يديدي ربي بعبي ويا إلهي مركه حليه وحتى هو سبحان الله وما أنا من المشركين بل قرآنك أنبياء الداية ضدك كلي صالحين تا إلهي جناتك كركر ريا وبلن قاضي أستامه هذا وحل قصنطي تصبح لين كمت إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وصبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلهي وحد البامية قوى آيات كيغا الرمي إنما يؤمن بآياتنا آيات كيغا قوى الرمي وقوى نقرب على المامية وقوى إلهي مركا الله حصه إلى حصوصيه هوبتا إيغو سجود سن وصبحوا بحمد ربهم بإلهي إلهي وتصبيح صدى إيغو كده هيا
حمدك الله وان اسوينين كجر بالرب لي مصالحين تقرا ما يا الهي ملائكته ينوغت الماما انا لنحن المصبحون بيت المامي يصبحون الليل والنهار لا يفطرون وترى الملائكة حافين من حول العرش يصبحون بحمد ربهم ملائكة الهي وحت المامين التسبيح لازمان اهل الجنة ذاتك خير كبدن له يقول استي الهي وحت المامين كدواغيا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين حمدي تصبيح لا اله الا هو الرمي اهل الجنه دعواهم فيها سبحانك اي يا ربي كشيغ يا سبحانه وتعالى ايها الاحبه تصبيح له دين تمر كان مقام سريك جيرته دت كان ذنب وحيابه بدعه ما بدع لموداي با الله اسكو ديه ان لا دغالمو لكن واحد مدائن للراعية وحيدين تفرشي ذاتك وصوفية وكم بالليلي دبتنا ذاتك عند وفي يعني فريد كاهي وانك أموم صلاة يرها لها مركو كبهو ترى أن لقرين وفراعين كالله سبحان 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 الله انت الله يدعه لما ايه اسكتك لكن نلشي انه وحي وبدنت ان تصبيحاتك كو يراده يدو انو ذاتك لغا يابين انو كمشكلات بدنه وهي هيدي النقا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تو إنه نقطة رب ذاته نبي جن عليه الصلاة والسلام حديث كمسلم ورنا يا بذر وكسور يوحى والليل نبي يقول ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله وحيا بقى لو جعل يبكوش يا جابو نبي يقول هاي النوش يقبل لي إله رسول كسير إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده نبي يقول ويو قال لو جعل هاي وحكم ذا سبحان الله وبحمده حديث لبذا بذر ورنا يوم حلي نبي قال لويدي أي الكلام أفضل وركم حوفظ بدر نبي حقوله ما اصطفى الله لملائكته وحي قال لملائكتي سو دورت أو لعبادي وهو ما هي سبحان الله وبحمده إذن أيها الأحبة تصبيحه أما ورده وحكم دي العبادات المطلقة عبادات علماء إلى هذا عبادات كان وقتك لهين شروط لهين على جواب الصلاة صون حج شروط إليين وقت إليين ولا مدين وقت يضع صوب على السماء أما تصبيح دو حكمة هاي محي عبادات مطلقة في أي مكان في أي وقت بعد لا إيمان كرته حانو نبي قينات المامي عليه الصلاة والسلام أذكار توفي عن الكمني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هو أنت ورددي ونبي وصار نغضي وحوش يا نبي عليه الصلاة والسلام أنت أوردين سيوح كفض بدن السقوي لي وآه ويرهنا سبحان الله وبحمده إلهي بان حمكه فيانيك كله هيا ما هذا نقيس عدد خلقه ترضى مخلوقاته يو زنة عرشه يرضى نفسه يمداد كلماته إذن أيها الأحبة تصبيح أما الطعام كاها النقط أما الصلاة بها النقط عمر بن الخطاب حالك الشيخي ولو كنت مصبحا لا أتممت صلاة غسر قاعد مركو الرمي يدي ديرين حولي ولو كنت مصبحا هدان تكنيو سنة يعني هدان تكنيو أنا قو صفرة تفر الكعبة عند ديرين لهابولي ولو كنت مصبحا لا أتممت إذا تصبيح له وحد الله يابت هذا درك طوال التصبيح صدا وحد استحسان صدا هذا درك طوال التصبيح صدا وحد استغراب صدا هذا درك طوال التصبيح صدا وحد إنكار هذا درك طوال التصبيح صدا شرع وين تبو سهروري شدد مركي شر طوال التصبيح صدا وين جا آيات كصوار النبي ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فصبح الهير نعمة مرك الله له وحلينا فر فرس كأن أمد أبد إن ما قارج إن مرك نفول إن نمحين دهنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون
هاي علماتو يرادان تجدد نعم نعمة هذا يكون عصبوناته. فلما فاق قال سبحانك وعافي ما تغبي دبيت أنا ومير بالي دبوا عافي ما ذي وهاي يرادان تجدد النعم كوحل إلى هذا سبحانك وهكما إذا مرك الدعاء سنة سوى لقه الرئيسية فصبح بحمد ربك واستغفره بإلهي مركعيد وهاي علماتو يرادان هذا الذنب قشه والله تصبح صدا قال وصدهم ألم أقول لكم لولا تصبحون أما دعادي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وحي شيري سين لتصبح صدا مركض وضع إيكته نبقى عليه الصلاة والسلام حليه من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما لنتي بغل شيرنك يراه ذنوبتي سوال دافا وإن كان مثل الزبد البحر سعين كويل حتى هذي حور كبدل لك تهي أتريست حتى هذي نحن صغيرته وصغيرته محاك بدل صبح مركة صوت وسطه إلا يا أنت قبل كوكرنا عيو أما هذا هدل يا أمام هذا هدل يا دقي سينيس إمسا خير هذا مالينيس وأقول مركو بريابين ورب لونا هذا هذا دقو ورمي نمد ورمي يا دقي سينيس أما تي فيها كو ورمي والراديو كو ورمي والتلفون كو ورمي أما سوق أكو شيء كيس نمد ورمي ورك هاي مسا سلا دي با كتاب خير كوتشنا إمسا سلا دي با كتابك الشيخ قال كره إذن واحد ما أنت على الأقل واحد صغير قشه هدي لا يقدر أفيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وتبغل شرط له هذا وحلا دافع معه كربة هي مشاكل كمركو كخب صدق سيد النبي الله يونس ويالي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله سمعية أيها الأحبة عديدي وهدات قشوا الله سمعية إذا وحين لأني أبا هريرة وحلق الشيخة ابن صعد ابن حجر رحمة الله عليه أيها علي ابن صعد باب حقصه صار بسند صحيح عن عكرمة أن أبا هريرة كان يصبح كل يوم 12,000 تصبيحة مالك استين التسبيح سنشري لبقي طبان كن أوجر إنه تصبح يمسد إنه ويمسى أبغل ده بركته ولا بركته سدح ركته هاتسونا سوى الله ما أنت عيدك أما بطنا سوما هذا تبنشر ركته هاتسونا الله ده كن شربة تصبح سدح سوعي كما أبا هريرة وحلي أنا أقول لبي تبن كن أو شربة تصبح سدح مركزه لي أبو حلي أصبح بقدر ذنبي ويري ده وركني يوحنا كلام آخرنا يين تان ذنبابي إن لقوم بنسلي أبو لتصبح صو أيها الأحبة إلهي وحينا فريا ذكر جينا ينبضينه وحقلنا فريا تصبيح دجارهاننا ينبضينه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة واصيلا بالليل إلهي ذكر بدن حصى سجارة لوسط الماما وحليل وصبحوه بكرة واصيلا واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا تصبح لينا إنه بضينا الأسلو إنه ورد قردن بضينا وصحابي كي يرس نبي عليه الصلاة والسلام دعا إذا ما أنتي مسان إلهي رسولك سيواتك كردك وحنا بقول إنتا دونت نص ما كردك وعشيك ربع ما كردك هذا دونتا كردك بويلة هذا كبط سطانا خير بات هلي وسدوا ودي أي مركز دم بوحولي هذا دعاء دم بوح عن كذا جدنا ووقت وقارو دعاء سنتي دعاء دم بصلي قا كذا جدنا النبي وحولي إذا يكفى همك هذا تصدع يشو ور ور كا جا ولا جا في اللانة يا وحهو بنتي واتي جابين هذا دور ورتو النبي محمد قصة لذا إلهي وقاع قاضي هذا دور ورتو تصبح ستو ولا جا قاضي هداد ورورته لا إله إلا الله ترى ولا هداد أذكرت لازمته لكن إنتين أذكر لازمنا نبي عليه الصلاة والسلام حين لي إمام البخاري كتاب كيس حديث كوكو ختمي حديث كوكو طبيعي كتاب البخاري كوي الله وحديثك كان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
صحيحين كو سو اروري نبغو خلي لبا كلمدود وعربك كفضت ان وحبك كا باهنين هادات شقيسان سو تمالتي وحقوريسي غاريغاغا هادات ودوتو واتس اخري كاريسا سومالدو هادانو تيرينين ما جعلين ورديه صحيح ما عمو هادانو تيرس وربك هو تيرينيا وحبك تيرا دانا كو مشغولي غاريغاغا دو اسكو وتو وحبك تيرسانه سبحان الله ما ورن كرتا ادو غاريغاغا ودا انت جام كو جيرتا هداد ورديداي مساد وردي لهي دود مالينس حلقا بقولك سبحان الله 1 من 2 بنتين لو يراهدو انت جام كتاغنت غراما انت غاريغا غريغا الا شقدا انت كو جيرتا هداد سبيسو امساد مالينس اينا تصبيح سالهي غريغا الا شقدا بس دا تصبيح دا كنكتو هداد لو غينيس اي هداد غاري ودا تيبا كد غريغا صباحدا هداد بلاودو انت هاد شقدا دا كغاريسو انت تصبيح سالهي شخص هذا مركز كفر ليه ده هذا تصبيح سطه شخص هذا مركز وضطه ده تمالتي ده لايت سمين سيا واحد ده تهدد خبرني سو هذا عرب كي يافك واسكت غنغاغي كران سبحان الله هذا وضرن كرتا سادر هذا ابن نبيه حلي كلمتان خفيفتان على اللسان وأريه عرب كفضط ثقيلتان في الميزان قيامها مركز الله يما ده حق وزنها علص حبيبتان إلى الرحمن ألا أكتينا لقيتش عليه إلى هي أكتيسنا ولا بكل مدود لقيتش عليه وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بنبوه شجع عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة درس قد أنت كلا يود من وحويا كو إلهي كتاب كيسيني لدوجا النهر تصفي عنه في فيرنه ولقى هداد مسألة ربطينا تباردو مصحف كفات حدا كصوب إلى ولا برب الناس هذا سؤال شهادة وطا وحيدون طبها هاد وحان كتاب كو قرر يبت سيهي ليس تبضان تطقو حميس لان كتب تي علماء دو قرر تكبر كتب تي علماء دو وحان كو قرر يبت هي ليس هداد اللد دقي ستوح وكوشي يغيه وحكو قرانو انا دولي قا فهمي شرين بات فهمي سا هداد قرانك فاتح هذا انت تكسو بلو دي الله برب الناس بل وحان كو قران هذا يكتو حمد قا الهي محوك الشيغي هداد يكتو سبحان الله إلهي محوك الشيخ قرآن كيسا داد يكتو لا إله إلا الله محا قرآن كوك الشيخ داد يكتو آخرا محا قرآن كوك الشيخ تتكو حي سوى ديا محاضراتك سيلو دياري سيلو دياري إلهي كتاب كيسو الأخرى يالك دياري أحسن مصدر لون نغضة ومصحف كاسو تفي عن الأخرى ده وصفي عنه فهمتي درس كان دمتان كلا يوردم ولا بشي مروين حليل كينا كتابك ألي لي دي نوينادو عقلينا بلانا فهمكينا كردي حكمة باد هيلي رب السماوات والأرض أنزله بعلمه با إلى هيلي أقوم بأن لكو سودتي كتاب فصلناه على علم با إلى هيلي إذن علمي قاسي كتابكم بوجره نبا إنتو قلصوا بحابو لي نبا إنتو كتدبرابو لي نبا إنتو كفهمابو لي كاسوا من كاللبادان دي الليين وحويان أبناء السحوة قارهان وردقوا يراضي ذكرت تدك وكيرت تتكبر تصبح بدعابه الى هذين تصبيح دنا ويكون ضرين تصبيح دنا تصبح الرعد هذا يسال نغور ستصبح حاجه اسكسيدو تصبيح سو دي تصبح هي اسراعيا تصبيح اسكسيدو تصبيح سو اصل كو هو ينقفك مسلم كاه انه اله هي حسكي سبضيا انت ادنا هي مخلوق حسل هاي ومحال يريد أدران لهاي إن ربي قا حسكي سباديسو أذكار توحي كوفضو داد أخرصته سبحان الله وبحمده الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة أذكار تصوار رطي اللهم صلي على محمد إن وردي شوكتا أمالك استيالتي وردي قو وقتي بمقاطه وقتي قاد شقضا دا وضطه أيد وردي كرتا وحا همي إنو قررن ee culaysina saaran ee war war degi waayay ee dhaqtar aan kula wareeray wad ka marmaysa waxa soo war wariye heeriya rabba ka rogaya adduunka inta joogto aakhirana kuwa alhamidun ayad kubiri doonta ee quraanka ilaahay ku tilmaamayo attaibuna alhamidun kuwa sad kubiri hadda aakhiro
أتقتنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.